اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا. عم نحضر كمان للشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وان شاء الله هيك هلا بتبدا التحضيرات والتزيين والتحضير للعزايم والاشياء الحلوه اللي كلها بنشوفها برمضان. عشان هيك قررنا اليوم بمطبخ رؤيا انه كمان نعمل زينه حلوه، تحضير هيك لمشروبات رمضان، لشوكولاته رمضان، التمر، الفواكه المجففه، مع ضيفتنا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. ضيفتنا الفنانه. اهلا وسهلا مها. مها شقديح. مها دائما بتعمل اشياء حلوه وبتفاجئنا الصراحه. قولي لنا ايش ناويه اليوم؟ اليوم انا محضره صينيه لضيافه رمضان. طبعا في كل بيت لازم بيكون اكيد كل بيت محضر ضيافته. ممكن نقدمها بطريقتنا، لكل ست بيت حريه كيف تقدم ضيافتها. طبعا بس اليوم انا عملتها شغلات بسيطه. يمكن هاي الصينيه لانها جاهزه الكل يحكي انه احنا بدنا نعملها جاهزه، اوكي يعني بنقدر نسويها بصينيه عاديه. اكيد اكيد طبعا. هلا في كل مناسبات ممكن نستخدم الصواني الخشب الصغيره او حتى الصواني العاديه للضيافه، الفضه النحاس الخشب الابيض بالبيت اصلا الموجوده في البيت، وحتى هذا الشكل يعني برضه ممكن نستبدله بشيء ثاني، ممكن نشتري الاضواء، يعني اي شيء ممكن. حتى هلا صار موجود في محلات صاروا يفصلوا لك، بيفصلوهم بسهوله، يعني اي محل حفر خشب بسهوله بيقدموا لنا هذا الحفر. تمام. اليوم انا مجهزه صينيه بسيطه كثير من اشياء موجوده عندنا في البيت واشياء برضه ممكن احنا نشتريها. طبعا الصينيه فاضيه، هي عباره عن خشب ومرشوشه بلونجول ذهبي. هلا رمضان كريم الف عندي عشان اضبطها. ما بتقدريش تزينيها؟ لا بس لازم تزينيها عشان تبين للمشاهدين. الناس مش انت اللي بس بدك تزيني، في ناس بدها تتعلم. اكيد. طبعا في حبيت كلمه هلا حكتها، بتقول كل بيت بيحضر ضيافته. شوفي نحن البيوت دائما لازم في ضيافه وفي كرم. طبعا طبعا. فكثير هيك حبيت هاي الكلمه، يا رب دائما بيوتكم عامره يا رب ان شاء الله بالخير ان شاء الله. طبعا بيوت كرم دائما يا رب. وطبعا هي الاشياء الموجوده دائما الضيافه بشهر رمضان بتكون يعني غالبا فواكه مجففه، شوكليت، تمر، مشروبات معينة بنستخدمها برضو للضيافة. فعشان هيك اليوم أنا حضرت مشروبات ميني صغيرة بالبوتلز الصغار هدول. ما هدول الكساء أناني. من وين بتجيب الأناني؟ هدول من محلات الكلف أو التوزيعات. والله هيك بيصاروا يحطوا أناني صغيرة كمان. أناني صغيرة. حلو. طبعا هاد أنا بس برشهم الغطي، هم بيكونوا لونهم سيلفر، أنا برشهم باللون اللي بدي إياه. عشان يصير لابق مع ال. والله مزوقة أنت. بس خليني أحكي لهم عن هاي. هلا هاي الأنينة هيها بلاستيك موجودة بمحلات الكلف، وفعلا في ناس بعبوهم لبس لما يخلق بيبي كذا، فرح تعرفوهم. استخدمتها كذا مرة. هذا العصير الموجود جوه هو العصير اللي نحن بنحله مع مي وبنضيفه برمضان. بس طبعا نحن ما بدناش نذكر اسمه، وبتقدر تحطوا عليه الليبل اللي بدكم اياه. على السريع راح اعمل هيك، شايفين في ليبل، وبتحطوا اسم العصير اللي بدكم اياه. وعلى فكره بنقدر نحط فيه تمر هندي، نحط فيه القمر الدين، الخروب، السوس، يعني هاي المشروبات الرمضانيه اللي الناس بتحبها. فبتقدري انت تشكلي يعني تحطي لكل حدا بيحب المشروبات اللي بدك اياها. بتقدري تحطي كركديه كمان. اكيد بتقدري تحطي ملبس او الشوكليت الصغيره اللي بتيجي الوان. طبعا انا حطيت السيليكون بالصينيه لجوا. وهلا احنا هون بنلزق الخيش. طبعا بنقدر نحط خيش، وبامكانك تستخدمي اي خامه انت بتحبيها. بس الخيش بطل الحلقه برمضان. اكيد الخيش شيء كثير حلو وكثير راقي وبيهدي من اللون الذهبي. يعني هون الصينيه كلها ذهبي، حيكون في عندي هون السوفينير هدول التوزيعات برضه جاهزين، نعطيهم للضيوف جاهزين. انا جهزتهم فواكه مجففه وتمر برضه لونهم ذهبي، فهيك حيغلب على الصينيه اللون الذهبي. والله حلو. نحتاج شيء انه يعطيها شويه هدوء. الخيش كثير شيء مناسب. طبعا هاي الصينيه خرج هديه، انه انت بتديها خرج تاخذيها هديه لحدا برمضان كثير شيء مناسب. بتغلبش هي طبعا شوكولاتاتك هي غراضك واشياء اكثر جاهزه. لا اولى العيد بتمشي، اولى العيد بتمشي. هي رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ما هي العيد ورا بنقدر نستخدمها وبنقدر نفك رمضان كريم ونخلي الصينيه لحالها كمان. هاي بتنفك؟ اكيد بتقدري تفكيها، هي معموله يعني بلت ان فيها بس نقدر نفكها. طب ليه حرام نخليها رمضان؟ خليها رمضان الجاي نجيب واحده للعيد. يا مها نجيب واحده ساده. لا هذا بذخ، هذا لا اقبله. بدنا عن جد خربها. هلا هيك الصينيه تقريبا انا لزقتها، يعني مش 100% زي احنا بنعملها بس عشان الوقت. هلا هون الصينيه هي صارت بس فيها القاعده، المكان اللي رح نحط. طبعا دائما لازم يكون في بالصينيه بفه، هاي البفه عشان نرفع عليها اشياء مميزه، اشياء عاليه واشياء واطيه بدنا نبرزها بالصينيه. طبعا انا البفه رح استخدمها هي علبه شوكليت انا جبت فيها اشياء. برضه رح استخدمها هي البفة تكون. هذول النوقة والاشياء تحطيهم هون، تاخذي البفة. هاي هي العلبة اللي هي البفة. طبعا ممكن يستعملوا اي شيء كمان، نقدر نستخدم اي علبة فاضية عندنا. هاي علبة فاضية، مش شرط انه نكلف حالنا باي شيء. تمام. علبة فاضية. طبعا انا رح احط عليها سيليكون من تحت عشان ألزقها.
بسرعة هيك. هيك صار كلها عليها السيليكون. رح نحطها بنص الصينية تحت رمضان كريم. زي كأنه مسرح. زي كأنه مسرح. هلا احنا دائما بصواني التوزيعات للبيبي للمناسبات لأي شيء حلو انه نحط بوش او بف بنص الصينية عشان تبرز اشياء معينة او اشكال معينة او اسم البيبي. احلى تمام. طبعا هي البفة رح تكون هون. هلا انا شو رح اعمل؟ رح ازين بين كلمة رمضان كريم والبفة. السيليكون مش راضي يروح. تعال هاتي ايدي. بالورد. مو اللي على ايده سيليكون ما بيطلع السيليكون. شايفه لزق. انا ما عنديش سيليكون. يلا امورك تمام. يسلموا. هلا هذا الورد انا اخترته برضه بلون العصير، لون خمري، يمكن على الاضاءه يطلع افتح بس هو خمري كثير غامق مع اللون البيتش مع اللون الايفوري. حلو حلو كثير. وردات صغيره احلى. ممكن نحط ورد كبير، في ناس بحبوا الشيء الفخم الكبير اللي مبين، بس انا بحب الاشياء الصغيره احلى. برجع لذوق اللي عم طبعا شكل. برجع لذوق الشخص يلي عم بيشتغل. طبعا بنحط هون سيليكون. شكلها رح تطلع حلوه كثير ان شاء الله. هلا اول شيء بنحط العروق الخضراء بالصينيه، بعدين الوردات بالنص، هلا بدنا نحطهم لجوا. طبعا حلو انه نحطهم بين البفه بين طالعين من ورا ال انهم طالعين من ورا البفه. تمام. طبعا ضروري انه نراعي يعني انه الاشكال الالوان تكون متناسقه مع الصينيه اللي راح اختارها، يعني مش اجيب ورد لونه مختلف عن الوان الاشياء اللي انا حاطتها بصينيه الضيافه. اكيد تمام. شيء ولابقه مع البيت مع ضيافه، وتكون لابقه مع الصالون مع غرفه الضيوف اللي انا راح احط فيها الضيافه لحتى تعطي جماليه اكثر. مبدئيا انا بلشت احط عيني على هاي الصينيه مقدمه. طيب رزان شياب بتسلم علينا، الله يسعدكم وكل عام وانتم بخير. الاء سنوبر حبيبتي اهلا وسهلا، وام محمد روان انت ناعم مثل الربيع. يلا ما احلاك يا ام محمد، يعني ايش بدي احلى من الحكي؟ ايمان قولي لي. جد الله يخلينا اياكم يا رب. تسلمي عن جد، الله يخلينا اياكم واحلاكم. الله يديم المحبه. بالضبط هاي المحبه نعمة. رزق عن جد من عند الله أكيد. سبحانه وتعالى. فمحبه الناس هاي نعمه، زي عن جد كل النعم انك تكوني هيك الناس بتحبك وبتحبيهم، هذا شيء كثير حلو الحمد لله. انا بقول لما الواحد بيقول يا رب ارزقني بيكونش قصدنا بس المال. اكيد قصدنا محبه الناس، محبة رزق. الصحه رزق، هداه البال طبعاً. رزق هذه كلها ارزاق من عند الله، فلازم الواحد يكثر من الدعاء في هاي الايام بكثير. لانه دائما بهاي الايام بيكون هيك الدعوات مستجابه. نحن بشعبان وهلا داخلين على رمضان كمان، فيا رب بيهدي بالكم جميعا. ام عبد الله الجبور بتقول كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان، وبعايد على الشيف ايمان وانا اكثر المتابعين لرؤيا، وابني احمد عمره 4 سنين من اشد المعجبين برؤيا، حتى الاعلانات تبعين رؤيا حافظها. والحمد لله انه صار لي فتره مجازه وبتابعكم على طول. احلى صباح لك يا ام عبد الله، وكمان لابنك احمد بنسلم عليه، حافظ حتى الدعايات. تتخيلي دعايات رؤيا، يعني حافظ كل شيء. هذا من المتابعين المخلصين. بدنا هذا الجيل كله يكون من هلا يحبنا ويكبر معنا. صح. ويكبر مع رؤيا طبعا. ام خالد الشيبي يا اهلا وسهلا فيك، يا هلا وغلا بروان الغاليه، نورتي المطبخ بوجودك حبيبتي، اشتقنا لك واشتقنا لضحكتك حبيبه قلبي. تسلمي يا ام خالد، وانا كمان كثير 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 مشتقت لكم. الحمد لله على سلامتك انت وحبيباتك الامورات الامارات. بالمصري وحشتينا قوي. يا بطه حبيبتي، وانت وحشتينا اكثر حبيبه قلبي. بصبع على فراشه المطبخ وتابعكم انا وبناتي شروق وشيرين ومليان حبيبتي، وبناتها مايا وليان. اليوم معطله من الروضه مع اطيب واحلى فنجان قهوه معكم كل يوم. احلى يعني صباح لليان بما انها اليوم معطله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبتي. ام عادل النمري كل عام وانت بخير حبيبتي، بتقول بعيد عليكم فصح مجيد للجميع، وبحب اعيد على اهلي واصدقائي واولادي عادل ورانيا. احلى صباح لكم. بعدك عم بتحطي الورد صح؟ طبعا هلا انا هي اخر شيء الفينيشينج. بنحط الورده اخر ورده هلا كمان. هديل عطيه بتقول رمضان احلى مع رؤيا، كثير متشوقين للبرامج الحلوه. حبيبتي ان شاء الله تنبسطي معنا طول رمضان. ميسون الشويش الحمد لله على حفظ عافيتي وستر خطيئتي وما زال يعطيني، فالحمد لله دائما وابدا. حبيبتي الحمد لله. هدول طبعا اخر اجزاء من الورده رح نحطهم. يعطيك العافيه. زرعتي زراعه فيك، شايفه زراعه. لا لا مهندسه امل قيمر اليوم معنا، مش مها شقديح. شايفه؟ صدع على مهندسه امل. احلى صباح لها. هلا ضايل عنا هدول العروق الصغار كمان، ممكن نضيفهم اكيد لانه معك وقت. هاي خلص. هاي خلص. انا من في ضايل اعطيني بس احطها هون الوردات الضايلين هيك عشان كل شيء حواليك عشان يكون كل شيء مبين. تمام.
ام زهور بتقول يسعد صباحكم احلى مذيعه وشيف، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، وهي زينتي لرمضان. والله الكل هلا الزينه حلوه، رح نعمل يوم حلقه ان شاء الله، بدنا نحكي لسلمى حلقه وتورجونا زينتكم، بدنا نشوف زينه الزينه الحلوه تاعت رمضان. اوكي هلا هيك خلصنا الورد احنا حطيناه هون، طبعا انا محضره صواني صغيره كثير، هي موجوده محلات برضه الكلف، يعني بيقدر اي حدا يشتريها من كل المحلات اللي فيها التوزيعات. تمام. صنيه صغيره فيها فواكه مجففه وتمر. تمام. طبعا راح اصفهم هون. ظبطي لنا هالصينيه هلا. بدنا نظبطهم. مبينين بالكاميرا شوف احلاهم. مبينين. السيليكون لبحني هذا. عامل قصة معنا السيليكون اليوم، مش مشكلة حبيبتي. اوكي هلا احنا خلصنا مبدئيا تلزيق ضايل، هلا بدنا نحط شبرة الزنار على داير الصينية. تفضلي. طبعا برضو انا جبت معي خيش عريض، بنقدر نختار، ممكن نحط شبر عادي، ممكن نحط شبر ستان. بس انت اخترتي اللون. اخترت، لا هو هذه اللمعة موجودة بالخيطان النايلون اللي فيه. هلا هو ما في خيش بيلمع او في خيش عليه جلتر، بس هاي خيطان زي النايلون بتجي في لمعتها بالاضاءة. في منه خيش ملون يعني اكيد طبعا في خيش بيطلع كثير، في كثير الوان يعني نقدر نحط لون خمبري، لون بيتش، لون هاي بترجع للذوق، بترجع لكل حدا شو بيحب. كل حدا شو بيحب. معلش اورجي هاي على الكاميرا قد ما هي حلوة. طبعا اكيد. هاي صينية يعني احلاها صينية صغيرة وفيها حبة تمر وحبة شوكولاتة او نوغا اللي بدكم اياه، فالضيف وهو طالع باخذ صينيه معه. اكيد تعتبر تذكار من صاحب البيت له. صح برمضان بعد العزيمه خاصه. بعد العزيمه عن جد بتطلع شيء كثير حلو. هلا انا عم بلزق بالخيش على الداير. على داير الصينيه، طبعا الخيش بياخذ وقت شوي ليلزق، مو مثل الشبر الستان او باقي الكلف، بس بدك تستعجلي شوي عشان تبين معك اكيد الصينيه. بدك اي مساعده قولي لي. تسلم ايديك يا ايمان حبيبتي. هلا احنا هون تقريبا خلصنا الورد بدك اياها داير. اكيد. هلا هيك لفينا الصينيه على الاخر لحتى نحط الكلفه على داير الصينيه كامله. طبعا بنقدر برضو انه نحط بس من قدام او على الجوانب، بس انا بفضل انه الصينيه كامله احلى. هيك خلصت. عاملين وعاملين احلى. نكملها. ميس طريف يسعد صباحك حبيبتي وبصبح، بتقول بتصبح على زوجها ثائر ابو سعده يسعد صباحكم. ام باجز الشيخ بتقول انا وبناتي بنحضركم انوار وداليا وبحبوكم، والمطبخ بدونك مش حلو حبيبه قلبي، تسلمي يا رب. والله حلو بناسه اكيد. ميس طريفي هلا قريناها. تالين ترك صباح الورد، كل عام وانتم بخير من فلسطين ومن القدس، لانكم احلى برنامج مطبخ رؤيه، كثير بحب اعايد على اخوي معتز الترك ابو ايوب الترك بمناسبه عيد ميلاده، كل عام وهو بالف خير. هيك بنكون خلصنا لف الخيش الشبر على الداير. هلا بدنا نرتب الاشياء اللي احنا محضرينها. طبعا انت جايبه شمع شايفتك. الشمع هذا راح احطه بالاخير حوالين الصينيه بس مش اكثر. مش هجوز. هلا في موجود بالاسواق كمان مع الهذا سوري، في الخيش هذا اكياس خيش صغيره، وفي اكياس مخمل بيقدروا انهم يستخدموهم كمان ليحطوا فيهم الهذا، بس انا فضلت اليوم انه يكون شيء ابسط، انه نحطها بشكل عشوائي يلا بالصينيه، لتكون صينيه تقليديه عاديه يعني. تمام. هلا مبدئيا رح نصف الاناني الصغيره اللي عملناها اللي حطينا فيها المشروب، رح نحطها هون. طيب رح اصفهم انا وانت تحطي الشوكولاته بليز عشان نتلحقي. تمام يلا. اوكي يلا بدك اياهم هيك صف دغري دغري هيك واحد من هون وواحد من هون. تمام. هلا هاي ممكن نحطهم هيك خلص. تمام. يعني بدي اسلم كمان على رائده ابو الصوي الله يسعدك حبيبتي، بتقولي لبستي لون النيلي قلتي لي غني لي، تسلمي يا رب حبيبة قلبي، شكرا كثير لك وتسلمي، وشكرا على الصور الحلوة وشكرا على الحكي الحلو يا رائدة الله يسعدك، اشتقنا لك عن جد، اشتقت لك. رح نحط التمر جنب أناني العصير. اوكي تمام تمام. بس اخذ كيس التمر. هلا انا جايبة شوية تمر وشوية فواكه مجففة وشوية شوكولات رح نحطهم كمان، بتقدر كل ست بيت طبعا تغير هي ايش حابه انها تحط على الصينيه، بتقدر تحط ضيافتكم وقدموها. هلا رح نحط هون مبدئيا صف تمر بالصينيه. الكمام. ايه الكمام معلش مش مشكله، المهم اللبسه حلوه مش مهم. صدق ما تهتري هم. هلا وين بدك اصف لك هدول؟ شوية تمر. اكيد. وين بتحبي اصف لك اياهم؟ روحي انت من هناك خليني انا اجي من هون. ام محمد النمر حبيبتي الله يسعدك يا رب، شكرا على كل هالتعليقات الحلوه والكلام الحلو. سعاد قطاطو شكرا لك حبيبتي انت كمان.
يلا مين عم يبعث لنا هلا؟ أم هشام أبو هواش، يسعد صباحك بمناسبة بسلم عليكم وعضيفتكم، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وبسلم على زوجي ولادي وبناتي وأخوي وإخواتي، الله يحفظكم، الله يحفظكم من كل شر. تسلمي يا رب. حط صف شوكولاته بالنص، شو رايك؟ ايوه ياسمين تسلمي يا رب وانت بالف خير حبيبتي. ام غسان الجرامسي كمان صباح الخير وانت بالف خير، واسراء رباعي يسعد صباحك حبيبتي، وروان احمد كمان صباح الخير، ونداء بدران الله يسلم عمرك يا رب حبيبه قلبي. لايش الورده هاي خليتيها؟ هلا خليها هاي الورده، ممكن ان نحطها هون على زاويه الصينيه، ممكن ان ما نحطها، طبعا برجع لكل شخص شو بيحب. يلا حطيها على السريع، حطيها يلا. اه خلصنا، لا خلص ما في داعي. نجاح حلول، انا بدي احط، بس خليني احط هون الشمعات في ولا نوديهم على الطاوله عشان الناس يشوفوهم. بدي اتشكرك كثير مها شقديح على وجودك معنا اليوم، نورتينا اليوم بهالزينه الحلوه وبهالصينيه الحلوه. ايمان عماري كمان الله يسلم عمرك حبيبه قلبي.